المصري، المصري اهم شيء. حكم فيصل ابو حمد على فئه الكارير، وما شاء الله المعرض حلو، والكارير الطيور الموجوده الكارير طيور جدا قويه، يعني الله يبارك الطيور اللي نزلت، الشباب نازلينها طيور قويه جدا، من طيور راقيه. والحين باقي علينا نطلع بطل الابطال اللي هو يسمونه جراند شامبيون، عليهم بنجود الاوائل كلهم وبنطلع عليهم البطل، وتكون صعبه ان شاء الله، والله يسهل. شكرا. حياكم.